طبعا يعني اكيد كلنا امبارح تابعنا كان مباراه نهائي الكاس بين نادي زد وبيراميدز. عايز اسالك عامه، شفت المباراه ازاي امبارح؟ البداية كانت طبعا احنا طبعا في الأول بنهني نادي بيراميدز على العكاس واستحق، ولكن زد طبعا هو الحصان الأسود للموسم في كل شيء. الشوط الأول كان زد أقرب للفوز، الحافز وصوله للنهائي، حافز وصوله للنهائي كان مديله دفعة قوية جدا، ما قدرش يستغل عايز الفرص. اقول لك ان هو كان حتى مشواره في الكاس كان صعب صعب جدا على نادي جدا، بيراميدز، صعب جدا، كانت كسبان فيوتشر اسماعيلي وسيراميكا وفيوتشر طبعا واسماعيلي. طبعا، كسبان انديه قويه جدا وعريقه، ويعني واصحاب لقب، يعني كسبان فيوتشر صاحب لقب كاس رابطه كاس الرابطه، فطبعا بالظبط. حاجه محترمه جدا. منظومه زد منظومه قويه جدا جدا يمكن على انا كل كنت بتكلم المستويات. في اول حلقه كابتن محمد ان بصراحه يعني اول موسم ان انت طبعا طبعا تحقق طبعا مركز مهم في الدوري طبعا مركز سابع وتحقق او توصل طبعا لنهائي الكاس، طبعا دي حاجه اكيد محترمه. طبعا جدا جدا. واحنا كسبنا يعني زد كسب احترام الناس كلها، يعني كسب احترام مصر كلها، المنظومه الرياضيه في مصر كلها، زد كسب احترامها لان هو بيشتغل على كل الاصعده، على سواء درجه اولى او ناشئين. نادي بيراميدز الشوط الثاني كان حافز الخبره بتاعت اللاعبين وتصميمهم وعقده النهائيات وكمان خسروا الدوري، بالظبط فكان عندهم في الامطار بالظبط. الاخيره وكانوا بينافسوا، فطبعا بان فرق الخبره فيه. ولكن اعتقد ان الفترات الجايه، اعتقد ان ممكن نادي زد لو فضل بالظبط زد مكمل في على الفترات الجايه ان شاء المنوال الله ده هيكون بالظبط. منافس قوي على اعتقد على كل البطولات اللي موجوده يعني. بالظبط.